هذه المدرسة الإسبانية كالعديد من المؤسسات التعليمية أدخلت التكنولوجيا الرقمية في أساليبها لجعل التعليم أكثر فعالية، فهل سيستفيد أبناؤها فعليا من هذه الطرق المبتكرة؟ في مدرسة إيتاكا بإشبيلية يعتمد التلاميذ على أجهزة الحواسيب أكثر مما يعتمدون على الكتب المطبوعة. إنهم يعملون ضمن مجموعات يستخدمون الوثائق المسجلة في السحابة الافتراضية ليشاركوا في مشاريع مدرستهم في المنزل كما في الصف. نحن التلاميذ نحب استخدام هذه التكنولوجيات. هذه الطريقة تشوقنا للقيام بمهامنا الدراسية أكثر مما لو كانت لدينا الكتب التقليدية. وفق الخبراء 90% من الوظائف المستقبلية ستتطلب المهارات الرقمية، لذلك من الهام أن تتعرف المدرسة على إمكانيات تلامذتها ومعلميها وإدارتها. لا نتوقف أبداً عن تحليل كيفية استخدامنا لهذه التكنولوجيا، وقبل كل شيء كيف يمكن استخدامها في المستقبل. بعبارة أخرى، ما هي خطة عملنا للسنوات المقبلة؟ إيتاكا هي من بين 650 مدرسة في أوروبا تختبر أداة سيلفي للتقييم الذاتي عبر الإنترنت. هذه الأداة تجمع آراء التلاميذ والمعلمين والمدراء لوضع تقرير يلخص جوانب القوة والضعف لهذا الأسلوب التعليمي الجديد. نجمع كافة المعلومات، إنها لا تقتصر فقط على البنى التحتية أو الأجهزة وغيرها، وإنما أيضا للتعرف على كيفية استخدام هذه التكنولوجيات في التدريس ولتقييم التلاميذ وعمليات التواصل وإلى ما هنالك. هذه الأداة سيلفي هي نتيجة عمل مشترك بين مركز الأبحاث والإدارة العامة للتعليم التابعين للمفوضية الأوروبية. إنها متاحة اليوم لأي مدرسة، فهي مجانية وسهلة الاستخدام. سيلفي هي جزء من خطة عمل التعليم الرقمي التابعة للمفوضية الأوروبية، والهدف منها هو الوصول إلى 1,000,000 مستخدم بحلول نهاية عام 2019، من بينهم مسؤولو مدارس وتلاميذ دول الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان. الأداة سيلفي أطلقت رسمياً نهاية تشرين الأول أكتوبر في هذه المدرسة في العاصمة البولندية وارسو. إنها اليوم منتشرة في 24 لغة تابعة للاتحاد الأوروبي، وستضاف إليها اللغات الصربية والروسية والجورجية والتركية. فهذه الأداة تساعد المدارس على تقييم عملها. يجب أن يعلم المدير كيفية سير الأمور مع التلاميذ والمعلمين. أعتقد أن مدرستي تأتي في الطليعة، فإن كنت مخطئة أداة سيلفي تساعدني على التأكد من ذلك. ولأن كل مدرسة مختلفة عن الأخرى، يمكن لكل منها تعديل سيلفي وفق رغباتها، كإضافة الأسئلة الاختيارية والمواضيع وطرق التدريس. هذه الأداة صممت كي تتعرف المدرسة على عملها، وليس للوصول إلى هدف أو المقارنة بين المدارس. إنها كصورة ذاتية تلتقطها المدرسة لتدرك أين وصلت في رحلة إدخالها للتكنولوجيا الرقمية في مناهجها. الرابط الموجود على الشاشة هو لأداة سيلفي، يمكنكم استخدامه في مدارسكم للتعرف أكثر على هذا البرنامج.